بالنسبه للمقادير غادي نحتاج جوج بيضات، عندي نص مبشور حامضه يعني ليزاس ديال نص حامضه، شويه ديال الملح، عندي 50 غرام ديال السكر او نص كاس ديال السكر سنيده، عندي 100 مليلتر ديال الحليب وما يعادل نصف كاس، وعندي هنايا 25 غرام ديال الزبده المذابه وما يعادل واحد المعلقه كبيره، نعبروها قبل من ناخذوا معلقه كبيره قبل ما تذوب الزبده وندوبوها. عندي هنايا 80 غرام ديال الطحين، وايضا عندي هنايا 4 ديال الحبات ديال التفاح. نبداو على بركه الله، ناخذوا اولا البيض، عندي واحد الخماره ايضا ما نسيت ما حطيتهاش، غادي ندير واحد القرصه ديال الملح، شويه ندير سكر 50 غرام او ما يعادل نصف كاس، وغادي نطربو بالطراب. هنايا بعد ما حصلت على واحد الخليط هذا الشكل هذا، غادي نضيف نص كاس ديال الحليب، نضيف ايضا مبشور نصف حامضه، ومعلقه كبيره ديال الزبده مذابه او ما يعادل 25 غرام، نزيد نطرب. بعد ما تخلطوا العناصر غادي نزيد الطحين على مرحلتين، واحد جوج، وغادي نخلط. هنايا درت 5 ديال المعالق كبار، يعادل 80 غرام ديال الطحين. كمل هنايا راه عبرت 80 غرام، المهم كيجيو تقريبا 5 ديال المعالق كبار عامرين الا بغيتو تعبروا بالمعالق. صافي كنخلطو مزيان حتى كنحصلوا على واحد القوام اللي بحال هكا، ما كيكونش بحال ديال الكيك، كتكون شويه خفيفه انتما كتشوفوا. ندوزو باش نوجدو التفاح. هنايا بعد ما قشرت انا ندير 4 ديال الحبات ديال التفاح، غادي نجيب هاد الاداه هادي وغادي نقطع على هاد الشكل هذا، خصني نقطع التفاح يكون رقيق، نبدا نقطعو على هاد الشكل هذا. التفاح تقدروا تستعملوا اي تفاح، هذا التفاح الصفر او لا التفاح الاحمر، لقيته ديال التفاح دابا. هنايا استعملت انا 4 ديال الحبات على حساب انتم تشوفوا معايا على حساب الخليط اللي عندي، تقدروا تستعملوا واحد حتى 5 ديال الحبات الا كان التفاح صغير. غادي نبقى مستمره حتى نسالي هاد الكميه كلها اللي عندي. الا ما متوفراش عندكم هاد الاداه تقدروا تقطعوا ايضا غير بالموس بهاد الشكل هذا. حيدوا هاد الزريعه اللي عندو هنايا ونقطعوه على هاد الشكل هذا بحال هكا، نقطعو رقيق بشكل طولي، المهم انه يكون رقيق بحال هاد الشكل. بعد ما قطعت التفاح نزيد عليه عصير نص حامضه، غادي نخلط. هنايا جبت واحد اللاطا، استعملت هنايا عندي واحد الكسرونه اللي حيدت لها اليد، وكنستعملها باش يجيني شويه الكيك شويه طالع. بالنسبه للاطا الاخرى كتكون كبيره شويه، اللي عنده اللاطا هكا صغيره يستعملها. دهنتها بشويه ديال الزبده ودرت لها طحين. غادي نجيب الخليط وغادي نزيد عليه واحد الخماره حمراء، نخلط مزيان.
صافي ما غنستعملش دابا الفوي. غادي نجيب هاد الفانس بحال هكا وغادي نبقى نزيد التفاح غير بشويه، وانا كنخلط حتى يشرب ليا هاد الخليط كامل. هما كتشوفوا باش كل طرونش هكا ديال التفاح يجي في هذا الخليط هذا، ونضيف وانا كنخلط ما نضيفوش في خطره باش يتخلط لنا مزيان. كما شفتوا الخليط راه كيكون شويه جاري، غادي نزيد صافي ونكمل الكميه اللي عندي كلها. غادي نديرو دابا في اللاطه، وانا كندير في هاد الجناب هادو، نحاولوا اننا نبقاو نديرو نقادو في هاد الجناب هادو. تجي الكيك ديالنا مقاد، غادي نجيب شويه ديال الزبده دايبه وغادي نحاول انني نسقي شويه من الفوق باش يجي محمر. غادي ندخلو الفران اللي سخنت وغادي نخليها حتى طيب ونشوفو الشكل النهائي. قبل ما نديرها في الفران غادي نديرها دائما فوق هاد المقله هادي ديال الحرشه، عاد غادي نديرها باش طيب على مهل وما تحرقش. وهذه الكيكه ديالنا بعد ما طابت ثم كتشوفو كتجي محمره. بالنسبه للتقديم او التزيين انا غادي ندير لها شويه ديال سكر كلاصي وكنقدموها بهذا الشكل هذا. نتوما كتشوفوا النضر ديالها كيجي هائل وزوين. انا غادي نقطع معكم باش تشوفوا من الداخل كي كتجي. كتجي معلكه وزوينه، درنا فيها التفاح بزاف. ثم كتشوفوا الشكل ديالها من الداخل، كتجي كلها غير بالتفاح طبقات. وكنقدموها بالصحه والراحه. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتو جداد وتخليوا لي التعليقات ديالكم. ايضا ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.